شوف الدوله يا حي، روح قول بلدك هيك، خلي بشار يا شعر الاسد بلا انتوا يا بتسب الدوله. في مليون اصلا يا الله، 4 مليون ابو شارع شو صار مع هيدا الشاب؟ هذا نحن محتجين، صار لنا 3 ايام. اما هذا الشاب بده يقطع مرقونه سوري، اعطينا اوراقك. الدوله كيف سمحت لك؟ انت ما لك حق تقول له اعطينا اوراقك. الدوله كيف سمحت لك؟ قال صب الدوله مش حنذكرها يعني. طيب قام اجوا الشباب لعنده، وهو شوفير ما معه دفتر سواقه. عمومه كيف عم بسوق فان؟ كيف عم يشتغل؟ كيف عم يشتغل على انه بقطاع النقل؟ كيف عم يشتغل هو منه مواطن لبناني باي حق؟ يعني احنا لا نازلين نكسر ولا نازلين نضرب ولا نازلين نبهدل حدا، نازلين نلحق رزقنا. بس هيدا يعني يعتبر غياب للدوله. هذا غياب للدوله، صحيح غياب للدوله، يعني لازم الدوله تتابعهم هيدول. الدوله في كميه كثير يعني مش كثير كتير يعني. احنا بوقفتنا نحن لحظة، نحن بوقفتنا هون صرنا يعني اكتر من 50 واحد صرنا كمشينه بوقفتنا نحن. طب ليش الدولة ما بتنزل بتكمشهم؟ هذا رزقنا، هذا رزق الدعم يقبضه مصاري. كيف هيك شو يعني؟ اذا نحن عم نطلع الراكب ب20,000 هو عم ياخده ب8,000 للراكب، كيف هيك؟ بقارب عم هم يطلعوا ما عم يشتروا 100% 100% مش عم يشتروا خط، هن مرقمين هول ومش عم يشتروا خط، عم يشتروا خط سيرفيس نقل يعني مطبخة يعني يمكن لوحته مزورة.